أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الصباح، قراءة صحفية ما بين أبرز عناوين ومنشطات صحف القاهرة. ويسعدنا أن يشاركنا بالرأي والتحليل في هذه الجولة الصحفية الأستاذ أيمن فاروق، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. أهلا بك يا أستاذ أيمن. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. اسمح لنا نبتدي معاكم مع السادة المشاهدين بجريدة الأخبار، ومن صفحتها الأولى: الرئيس يشهد انطلاق منتدى شباب العالم. السيسي: الشعب المصري رفض التطرف والعنصرية، نطالب العالم بإدانة جرائم داعش والتنظيمات الإرهابية. تابعت طبعا حضرتك بالفعل امبارح افتتاح منتدى شباب العالم، وكان لحد كبير مبهر وناجح، وكان فيه برضو رسائل من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته خلال هذا المنتدى. ابرز ما استوقف حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحدث عالمي كان تشهده مدينه شرم الشيخ امبارح، حضور السيد رئيس الجمهوريه. الجميل جدا في الموضوع ان هذا التنظيم المبهر لهذا المنتدى أن يأتي بأيدي شباب مصريين. صحيح. مصريين بيشتغلوا وعارفين هم بيشتغلوا إزاي، بعيداً بقى عن فكرة إنه إحنا نعتمد على شركات أجنبية أو شركات متخصصة أو متخصصين أجانب في الموضوع ده. لا، مصر أثبتت دلوقتي إنها عندها قدر كبير جداً جداً من الحرفية في استخدام التقنيات العالية في صحيح. التنظيم، في الدعوات الموجهة. عدد 5000 شاب، ده كتير جدا، يعني رقم كبير جدا، ضعف العدد اللي كان العام الماضي كمان. صحيح، بس ده احنا لازم نقف امامه، لان احنا السنه دي عندنا 160 دوله، مش 5000 شاب مثلا من عدد الدول. لا، احنا حفظنا على العدد لكن قطرنا في عدد الدول الموجوده. الترجمه الفوريه الموجوده بعديد من اللغات. يعني في الحقيقه زي ما حضرتك وصفتيها، هو تنظيم مبهر جدا وحدث مبهر جدا. الرسالة الصريحة اللي أعلنها سيادة الرئيس امبارح وكان عايز يوصل للعالم كله، أن مصر تحارب الإرهاب، والآن مصر تعلو بصوت الشباب لمحاربة الإرهاب. نعم. لابد من الوقوف بقى، والعالم يعني خلاص كفاية تباطؤ جدا، كفاية تحايل على القضية. في قضية سلام مجتمعي لازم تتحقق في العالم كله. احنا عايزين نحقق عن طريق مين؟ هم الشباب. هم صناع الجيل القادم، هم رواد الجيل القادم، هم قادة الأجيال القادمة. اللي احنا شفناه طبعا امبارح من إدانة داعش كان بشكل قوي جدا. واعتقد في الوقت اللي مصر بتدين فيه داعش، في دول بتحسب نفسها دول عربية إسلامية زي تركيا تحديدا. نعم. بتحارب الجيش الديمقراطي السوري عشان خاطر حماية قوات داعش اللي موجودة في شمال العراق. طبعا ده شيء لازم يكون معلن للجميع، ولازم الشعب المصري يبتدي يفهم ازاي القيادة السياسية المصرية بتقدر تنظم عن طريق المحافل الدولية اللي بتصنع على أرض مصر دلوقتي رسالة للعالم لإحراج قادة العالم اللي بيحركوا هذه المؤامرات. طبعا احنا واضح ان في مصر نجاحات كتير جدا، واللي مش قادر يلمس النجاحات يشوف مرارة الدواء اللي احنا بنقدر ندفع ضريبتها. صحيح. ضريبة الدم اللي الشعب المصري بيدفعها سواء مسلمين او مسيحيين. احنا على ذكرى حادث الاعتداء على مسجد الروضة، احنا في أيام يعني مريرة من الحادث اللي احنا شفناه في المنيا، كل دي ضريبة دم بيدفعها المصريين سواء مسلمين أو أقباط، سواء رجال شرطة، رجال قوات مسلحة. ده بيأكد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو محاربة الإرهاب. مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو كشف المؤامرة العالمية التي تقودها بعض أجهزة المخابرات بشكل صريح جدا في تحريك عناصر مسلحة عشان تقضي على كل ما هو أخضر ونافع في هذا العالم. المنتدى هيشهد إن شاء الله محاور كتيرة جدا، وحيشهد جلسات. النهاردة عندنا نموذج إن شباب حيحاكي الأمم الأفريقية. ده حاجة مهمة إن احنا نسمع شوف النقاش بتاع الشباب هيكون إزاي، وإيه المخرجات اللي منه، وإيه الرؤى اللي ممكن يطرحوها في كل القضايا الموجودة في المنتدى. طيب، يعني ليس بعيدا عن المنتدى، ولكن فيما يتعلق برضو بالشأن العربي أو الهم العربي إنجاز التعبير، في خبر من الأهرام مشاهدينا: الرئيس بيصرح بعد لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش أيضا مشاركة عباس في منتدى شرم الشيخ: ندعم قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، المصالحة تساعد على مواجهة تحديات تحقيق السلام. بداية، توجيه الدعوة للرئيس الفلسطيني لحضور منتدى الشباب، وبعد كده طبعا هنتكلم عن هذه الرؤية المصرية. ده من ذكاء الشخصية المصرية في القيادة السياسية ان هي بتجد وتحسن اختيار الشخصيات الدولية اللي بتحطها في المحافل المعينة. يعني لما بنجيب 5000 شاب من 160 دولة في العالم، بنظهر مع الرئيس السيسي الرئيس الفلسطيني. ده لإعلان عدة أمور: أولا اعتراف مصر بالدولة الفلسطينية، اعترافها بالقيادة السياسية الفلسطينية،
تأييد مصر للقضية الفلسطينية والحفاظ عليها في وجود شباب هم دول زي ما قلنا هم دول صناع القادم. صحيح. تمام؟ غير كده ان احنا عندنا المطلب الوحيد اللي مصر بتسعى اليه دلوقتي وبتحققه ان شاء الله في غضون ايام مع القادة الفلسطينية وهو توحيد الصف الفلسطيني. احنا عشان نقدر نعمل اي جهود لعملية السلام وتحقيق النفع العام للقضية الفلسطينية والاعتراف بعاصمتها في القدس الشرقية هو توحيد الصف. كفاية انشقاق، لان الانشقاق ده هو اللي اثر من 67 لحد دلوقتي على القضيه الفلسطينيه. هو بيضعف هذه القضيه. بالظبط. ما ينفعش ان يكون في ناس بتشتغل على سلام وعلى حق الشعب الفلسطيني وحق الدوله الفلسطينيه في الانشاء وطرد العدوان من على اراضيها، وفي نفس الوقت بنلاقي مجموعه ثانيه بتهدف لكده ولكن بسيناريو اخر معاكس ومضاد للمجموعه الاخرى. طبعا ده اكبر حاجه بتعرقل السلام، ويمكن ده اللي دايما مصر حريص عليه والرئيس السيسي تحديدا يعني حريص عليه، وهو كلمة ان الشعب المصري واحد وان الكتل المصرية والكتل السياسية في مصر واحد، والحفاظ على الوحدة في الشعب المصري هي ده اللي هيكون نموذج الانطلاق ان احنا نقدر نحقق كل الخطط بتاعتنا. ده احنا بشوفناه في كل دول تقريبا انهارت، بنشوفه دلوقتي مشكلة في القضية الفلسطينية. صحيح. شفناه في العراق، شفناه في اليمن، شفناه في ليبيا، شفنا في تونس الانقسام الشعبي وانقسام السياسي، طبعا بتكون نتائجه سيئة جدا. فجهود الدولة المصرية نحو توحيد الصف إن شاء الله تتحقق بنجاح، وبإذن الله يعني في غضون أيام كده نسمع حاجات إن شاء الله. طيب، لجريدة الجمهورية مشاهدينا ومن صفحتها الثالثة بنطالع: مصر تشق طريقها نحو التنمية المستدامة، 5.3% نمو والاستثمار يكسر حاجز 25% والبطالة انخفضت ل 9.9%. التخطيط، وزارة التخطيط، الإصلاح الاقتصادي إيجابي وبرامج الحماية لا تترك أحدا. يعني أنا هنطلق بس في الموضوع ده من حيث اللي احنا علقنا وقلنا أن نشوف، لو عايزين نشوف مصر بتنجح ولا لا، نشوف هل لسه مصر محطوطة على خريطة وخريطة المؤامرات ولا لا. طوال ما احنا بنشهد هذا الكم من المؤامرات العالمية وأن مصر دايما العين عليها بشكل قوي جدا، يعني في عزوف اعلامي عن حدث مهم جدا، لكن هم بيتناولوا السلبي قوي عندنا ويبرزوه. صح. بشكل كبير جدا ويتجاهلوا الايجابي. ده مش معنى كده ان احنا نقدر نعمل عمليه احباط، بالعكس خالص. لا، الدوله المصريه بتسير نحو الاتجاه اللي هي عايزه وشايفه، واعتقد يعني ان احنا لاول مره بقينا عندنا مخطط استراتيجي عايزين نقول هنعمل ايه بعد سنه، قد ايه بعد 4 سنين، ايه في خطه 8 سنوات، ايه في خطه 10 سنوات، اتجاه مصر نحو 2020 عامل ازاي، مصر 2030 مع التنميه المستدامه الامميه احنا بنحقق المحاور بتاعتها ازاي. في ملفات كتيره جدا احنا بنسير فيها بخطه ثابته ومقياس ثابت. طبعا ده عشان بس ما حدش يزعل مننا من الساده المشاهدين، ليه تحديات كبيره جدا وفي تحديات احنا بنعاني منها على المستوى الاقتصادي، لكن هو هنا في شوية ضعف من وسائل الإعلام اللي احنا ما بنظهرش التحديات اللي على المستوى الاقتصادي اللي موجودة على مستوى الشرق الأوسط أو المستوى العالمي. العالمي طبعا. احنا بنشوف في دول بتصرف ملايين ومليارات الدولارات على مساهمات، على صفقات سلاح، على كذا، لكن ما نعرفش الشعب بتاعهم عامل ازاي، المعاناة اللي بيشوفوها دلوقتي. لكن لو عرفنا هنلاقي الأسعار بتزيد في كل الاتجاهات، نسب البطالة بتزيد في معظم الدول المتقدمة. الناس كلها دلوقتي بتشتغل فعلا على فكرة الإعداد والتسليح، لأن ما نضمنش أن في بعض الموتورين من قادة العالم دلوقتي ممكن يقدروا يعملوا إيه على السيناريو في سيناريو الحرب. وبالفعل الأوضاع متوترة في منطقة طبعًا. الشرق الأوسط في الدول يعني المحيطة، يعني احنا بقالنا عشرات السنين بل مئات السنين الشرق الأوسط ده مستهدف من كل القوى الغربية والأجنبية. ليه؟ عشان هو في كنوز الشرق الأوسط، احنا كنا بنسمعها حتى بنشوفها في الأعمال الدرامية، كنوز الشرق الأوسط. ولكن شعوب الشرق الأوسط لا تدرك هذه الكنوز ولا تدرك ولا تستطيع استثمارها بشكل جيد. فعشان كده احنا محطوطين تحت بؤرة الضوء بشكل كبير جدا، فلازم كمان نبتدي نحط الناس بتوعنا والشعوب بتاعتنا في دائرة الضوء، ان انت المؤامرة اللي بتحصل عليك دي ليه؟ عشان انت متميز، عشان انت كويس. انت لو بتضيع او خلاص الموضوع هينهار وهم شايفين ان البلد دي هتنهار، محدش هيصرف عليها الملايين دي كلها عشان يأكد على انهيارها او يحاول ان هو يقسم. لا، احنا بنتقدم، احنا نشوف نفسنا بس كده من 3 سنين او 4 سنين احنا كان مستوانا ايه، مستوانا ايه كأمن،
ايه كاقتصاد ودلوقتي بقى مستوانا ايه. في تقدم ولو حتى تقدم بسيط يبقى تقدم ملحوظ، يبقى لازم نحافظ عليه عشان العجله. والتقدم في مجالات معينه، مجالات اخرى ربما يعني في رغبه في المزيد من التقدم فيها، وده برضو على الطريق. يعني هو الحديث مش هيسعنا، لكن احنا لو اتكلمنا على التقدم في الامن في مستوى الامن هنلاقي، لو اتكلمنا على مستوى التقدم في التسليح وعناصر الحمايه للدوله هنلاقيها موجوده، في الزراعه هنلاقيها موجوده، في الصناعه وبدايه مصانع وتجديد مصانع وتشغيل مصانع كانت مش موجوده هنلاقيها موجوده. صحيح. سعر العمله والاحتياط النقدي هنلاقيه موجود، على المستوى السياسي والمشاركه السياسيه هنلاقيها موجود، منظومه التعليم ومنظومه الصحه دلوقتي بيحصل فيهم محاولات كتيره جدا للنهوض بيهم والارتفاع من شانهم في الشان المصري. كل الحاجات دي مش هتحصل بين يوم وليله، احنا طبعا بنتكلم في كتله مصريه قوامها 100 مليون واحد، 100 مليون مواطن، 100 مليون فرد من افراد الشعب، دول محتاجين ثقافه ومحتاجين تثقيف ومحتاجين طبعا تعليم ومحتاجين تدريب ومحتاجين تشغيل. خصوصا استاذ ايمن ان ده جه بعد سنوات طويله من التغييب ومن انهيار الثقافه والوعي والقيم كده على كل المستويات. احنا مش متعودين في على ده، عشان كده عشان حضرتك تيجي تبتدي تعملي حاجه جديده، لا، في اصلاح في النفس طبعا لازم تحصل بكتير جدا طبعا، عشان حتى الاصلاح في المنظومه اللي موجود يقدر يشتغل يزر. يعني مش لازم لازم ننهي بقى فكره ان انا اكون موجود قدام الضوء عشان ابقى انا اشتغلت، لا، انت ممكن تشتغل وشغلك هو اللي يظهر، مش شرط اللي انت بس اللي تكون موجود. صح. فكره التداول ما بين القيادات، الحفاظ على الموضوع ده، احنا لينا في المنظومه الشرطيه والمنظومه الامنيه في مصر لازم نلاحظها بشكل كبير جدا. شوف الناس دي بتعتمد على فكرة التدريب، لازم بيتدربوا يوميا، بيتدربوا سواء على أعمال قتالية سواء على تحديث منظومة إدارة وعمل، دول بيتدربوا. صحيح. وبعد كده بنشوف حاجة ثابتة برضو عندهم، حاجة بتاعت التغير في القيادات، بيغيروا قيادات ليه؟ طب هم أول أن يحافظوا على القيادات بتاعتهم 5 6 سنين 10 سنين عشان يقدر يعمل فكرة الولاء وفكرة الهيمنة على القطاع اللي هو بيشتغل، لكن فكرة التجديد دي موجودة أيضا، لازم التجديد ده يحصل فيه على المستوى القطاع الإداري. ما يصحش أبدا إن احنا نلاقي موظف من ساعة ما دخل على الدرجة السابعة ولا الدرجة السادسة لحد ما بقى وكيل وزارة وهو قاعد في نفس المكتب في نفس الأوضة بيعمل نفس الشغلانة بعدين. طب يبقى لازم يكون في إعداد كوادر بشكل جيد، وده أعتقد إن برضو احنا شغالين عليه وبنشوفه دلوقتي، وبنشوف مجموعة من الشباب زي ما ابتدينا كلامنا بيعملوا حاجات ما كانش متوقع انها تحصل في مصر. صحيح. ما كانش متوقع قدر هذا المشاركة وقدر هذا الحرفية من التنظيم والإعداد الجيد. طيب لجريدة المصري اليوم مشاهدينا وان صفحتها الثالثة بنطالع محافظ شمال سيناء يتفقد مشروعات تطوير قرية الرضا، دعوة الطيب وعلام وجمعة للصلاة في ذكرى الهجوم. كنا لسه بنتكلم عن ذكرى هذا الهجوم. صحيح الأخير. طبعا يعني هو احنا اهل سيناء الواحد مش عارف ممكن يتكلم عليهم ازاي، لكن دول ابطال من نسل ابطال. احنا بنشوف مشاركة كبيرة جدا من اهل سيناء في جنوب سيناء لقوات الشرطة وقوات الجيش في تأمين الأحداث الكبيرة. أعتقد شرم الشيخ دلوقتي تحولت ليست فقط منطقة سياحية من أبهر الأماكن السياحية في العالم، ولكن هي أصبحت مركز دولي في لعقد المؤتمرات الهامة والأحداث الهامة واللقاءات. صحيح. أيضا الهامة سواء كان لزعماء أو رؤساء أو لشباب أو ما إلى ذلك. يعني ده بيشارك القوات المسلحة والشرطة، وأعتقد ده برضو هيظهر من المنظومة الأمنية قريب، مساعدة كبيرة جدا من أهل سيناء. يعني الظهير الصحراوي كله لمنطقة شهر منطقة جنوب سيناء من وسط سيناء لجنوب سيناء دي مكلف بها حماية البدو نفسهم أهل سيناء من الجنوب، العواقل والشيوخ اللي موجودين هناك قد إيه في تناغم وتحالف مع الجهاز الأمني. ده حقيقي ليهم دور لا يمكن إنكاره، لا يمكن، لكن دلوقتي بقى موجود بشكل اللي هو مش تطوعي، ده واجب علينا هذه الحماية. ايضا طبعا اهلينا في شمال سيناء والعريش ومن اول رفح المصريه، الناس دي تحملت ما لا يستطيع احد تحمله. طبعا احنا يمكن كنا هنا بقالنا سنتين ثلاثه عمالين بنسمع القوات المسلحه بتعمل ايه، الشرطه بتعمل ايه، اهالي سيناء، لكن كانوا عايشين على خط النار بقالهم 3 سنين. هم مش عارفين مين اللي بقى فيهم كويس ومين بقى فيهم الوحش، لحد ما قدروا هم بنفسهم اللي يقدروا يتحالفوا مع القوات المصريه لنبذ كل ما هو سيء حواليهم، وده كان صعب جدا لان في ناس كتيره جدا حصلت لها مسح في الثقافه. صحيح. والتربيه البدويه والاعراف والتقاليد اللي كانت عايشين عليها ابتدى يدخل لهم المال عن طريق الانفاق اللي كانوا بيشوفوها، بقوا فلوس كتيره جدا، الفلوس دي افسدت
كتير قوي من الاعراف البدويه اللي كانت موجوده، الان عادت شمال سيناء بشكل جيد، وهم شايفين ان الحاجه الوحيده اللي كانت قدرت تقف جنبيهم هي الدوله المصريه عن طريق رجال القوات المسلحه ورجال الشرطه. دلوقتي مصر استعادت هيبتها وفرضت سيطرتها بشكل كبير جدا على هناك، وان شاء الله عمليات التنميه تؤكد على هذا المفهوم، ويبقى يعني الثلاث سنين العجاف دول هيكونوا في الذاكره والعوده ليهم ابدا ان شاء الله. طيب لجريدة الجمهورية مرة أخرى بنتحول مشاهدينا، ومن صفحتها الثامنة غدا اجتماع مصري سوداني إثيوبي حول سد النهضة. عبد العاطي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري: التشاور الحالي يسعى لانفراجة جوهرية في المفاوضات. انفراجة جوهرية القصة بس يعني هو كمان الدبلوماسية المصرية بصراحة إيجابية جدا في هذا الشأن، يعني احنا بندير الموضوع بحرفية شديدة جدا، صحيح، بعيدا عن أي تهديدات لمحاولات العنف أو أن هو التوتر، احنا بنقول ده حقنا وحيجينا. اللقاء بتاع غدا إن شاء الله هيكون محور مهم جدا فيه، وهو التكلفة المادية المتأخرة للمقيم للمشروع، المقيم الفرنسي للمشروع، عشان يقدر يقول مدى تأثر دول المصاب بمصر والسودان من بناء هذا السد. عشان كده ده هيحط نقاط كتيرة جدا مهمة في خلال المفاوضات، وإما أن أثيوبيا وقيادتها دلوقتي يعني على أنا أأمل إن شاء الله هم هيكونوا على قدر كبير جدا من التفاهم الدبلوماسي، لأن المشكلة ما فيهاش تفاهم، يعني إحنا حاجة من الاتنين، يا هتأثر يا مش هتأثر. والله لو هتأثر يبقى أنت لازم تعالج بالشكل المطلوب، يا اما هيكون في ردود افعال اخرى ايضا افعال دبلوماسيه وعن طريق اللي هي المحاكمات الدوليه، لكن غير كده ما اعتقدش ابدا ان اثيوبيا هتخسر مصر بالذات بعد النهج اللي مصر اتبعته مع دول مصر كلها. طيب لجريده الاخبار بنتحول مشاهدينا وبنطالع من صفحتها الثالثه: 1922 وحده لاجراء المسح الطبي لفيروس سي في 11 محافظه بالمرحله الثانيه. دوس الكشف عن 6.7 مليون مواطن و280 ألف مصاب بالفيروس. في الجزئية دي أنا بس محتاج أن هو يعني أتمنى من وزارة الصحة أنها تتعاون مع الأجهزة الإعلامية بشكل أكبر، لأن ما زال لسه في ناس كتيرة جدا من الشعب المصري ما عندهمش المعلومة وما عندهمش فكرة أن هو يروح يقدر يتقدم لهذه السيارات المجهزة للكشف والكشف عن هذا الفيروس القاتل. الاستعانة ببعض الـ يعني النوعيات من المعالجة زي الأغاني أو ما إلى ذلك ده شيء جيد، لكن لا يجب إطلاقا الاعتماد عليه. احنا لازم نقدر نعمل جلسات حوار عشان نقدر نرجع المواطن المصري إلى أن في ثقة بالفعل طبعا. حتى لو واحد بيتعالج عند الدكتور، لا، وزارة الصحة محتاج أنها تعمل قاعدة بيانات، روح حضرتك قول وبلغ وقدم الروجيتات بتاعتك اللي أنت عندك المرض وبتتعالج مع دكتور فلاني، عشان تقدر بس حتى تكون محطوط على قاعدة بيانات معينة جوه مصر، عشان المتابعة بتاعت هذا العلاج أهم كتير جدا من انتشاره طبعا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الصباح وفي جولتنا الصحفية. نجدد الترحيب أيضا بالأستاذ أيمن فاروق الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أيمن. قبل الموجز كنا بنتابع لقاءات من شرم الشيخ من خلال مفادنا محمد عبد الله مع الشباب، وقد إيه هم متحمسين للمشاركة في جلسات المؤتمر المختلفة أيا كان، سياسية اقتصادية ثقافية. شفت إزاي هذا الحماس الشبابي؟ في الحقيقة يعني حاجة مفرحة جدا إن احنا بقى عندنا دلوقتي الشباب المصري، زي ما في بنوتة بتاعت كلية الاقتصاد كانت بتتكلم ان هو الموضوع وصل مع الشباب، مش فكرة بس ان هو عايز يروح عشان يتطلع، لا، ده بيروح عشان يقدر يتمتع بفكرة اللي هو يقدر يعمل وسائل اتصال وتواصل مع المجموعة، عشان يشوف هو ازاي هيقدر خارج المنهج الجامعي يقدر يعمل ايه عشان يوصل يحاكي بيه النجاحات الدولية اللي هو بيقدر يشوفها. ده في حد ذاته شيء صعب جدا تحقيقه إلا بحضور مثل هذه الندوات وهذه المنتديات. مهما كانت الدورات التدريبية اللي ممكن يحصل عليها الطالب المصري في فكرة إن هو يقدر يحصل احتكاك مباشر ما بينه وبين الخبراء وزملائه في نفس المجال من الدول الأخرى، ده هيكون صعب جدا. حتى لو هو عنده في دخل مادي يقدر يسافر بيه يحصل على الدراسات، لكن الاحتكاك ده عنصر من الخبرة طبعًا. قوي جدا طبعا. كل ده يمكن السيد رئيس الجمهورية وصلوا بأن فعلا دلوقتي إدراك الشاب المصري والشباب المصريين
أدركوا السبع أبعاد للدولة المصرية وبقى هم رسل السلام في نحو المجتمع. إزاي إن احنا نقدر نحول المجالات المختلفة سواء اقتصادية سياسية رياضية فنية ثقافية اللي احنا نحول كل ده للحديث عن مصر بشكل جيد جدا. احنا عندنا نموذج رائع يمكن هو نجاح فردي منه، ولكن دلوقتي أيضا زي محمد صلاح مثلا هو نموذج فردي، أي نعم نجاح بشكل فردي، لكن الدولة المصرية دلوقتي تصنع أكثر من محمد صلاح في مجالات أخرى كتيرة جدا ومتفوقة. يمكن ده هيخلينا بس نتكلم على فرق جوهري شوية بين اللي بيحصل دلوقتي واللي كان بيحصل قبل كده. كنوز مصر وفلوس مصر وموازنة مصر كان بتصرف على التعليم وإعداد الشباب. كنا بنشوف الشباب لحد ما بيدخلوا الجامعات يحصلوا على درجات علمية كويسة جدا، يبتدي الشاب يخرج يشتغل بره البلد أو تاخده دول أجنبية تشتغله. هي كده ما بتاخدش شاب مصري بس، دي بتاخد خير مصر اللي اتصرف عليه طبعا في 18 سنة أو 20 سنة. صحيح. دلوقتي الدولة المصرية بقت بتدخل الشباب اللي موجودين في الجامعة، وكل شاب قادر على العطاء في فكر معين بتزود المهارات بتاعته وما بيسيبهوش. احنا ده بنشوفه كذا لقاء مع السيد رئيس الجمهورية ومع الوزراء كمان، مش على مستوى الوزراء مش مستوى بس سيادة الرئيس، لا بياخدوا الشباب يحطوهم في بداية مواقع قيادية. لأول مصر من كام سنة طبقت فكرة مساعدين الوزير، شايفين النهاردة مثلا زي مساعدين الوزير الشباب والرياضة قد إيه النجاحات اللي هم بيشوفوها، وبقى في مساعدين محافظين كمان أو نواب مساعدين محافظين. إذن الشباب دخل من فكرة التعلم والتعليم إلى بداية القيادة وبداية المهارة. دلوقتي عن طريق المنتديات اللي زي كده احنا بنصنع قادة للعالم بكله، مش بس الشباب المصريين، لا ده كمان الشباب الأجنبي، وده هيكون عنصر مهم جدا. لان لما يبقى عندنا لو 5000 واحد قلنا منهم 4000 واحد اجنبي، اتحقق بس ان واحد من ال 4000 دول يكون قياده في المجتمع بتاعه، هيذكر ويتذكر اللي اتعلمه في مصر وهتبقى شخصيه مصر عنده موجوده. طبعا. يبقى كده احنا بنعمل استراتيجيه حقيقيه. صحيح. للبناء المصري في فكر الشباب الاجنبي والقياده المصريه طبعا. صحيح. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه القراءه التحليليه سواء في صحف القاهره او في رؤيه حضرتك لمنتدى شرم الشيخ في يومه الثاني. بنشكر حضرتك الاستاذ ايمن فاروق الكاتب الصحفي بجريده الاهرام. شكرا يا فندم، نورتنا. شكرا جزيلا، بالتخير حبيبي. نشكركم مشاهدينا، صباح هذا الصباح ما زال مستمر معكم حتى قبل العاشره بقليل، فابقوا معنا.